السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الاسد. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، نشوف الصوره الخاصه بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. صوره الزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، بدات بسم الله الرحمن الرحيم. شايف يا برد الاسد، شايف الفتره دي فترتك انت لدعمك، انت لتثبت وجودك في حاجات كتيره. يعني اقدر اقول ان السعاده دي هتبدا فيه او هتحط رجلك فيه. ده طبعا تضحيه من حاجات كتيره انت عملتها. يعني انت يا برج الاسد ضحيت كتير من وعملت كتير حاجات من اجل ناس، وديت على نفسك من اجل ناس. وعندك ثقة بنفسك، عندك ثقة بالنفس حلوة. يعني انت اول حد عندك زواج هيكمل او خطوبة هتكمل، او في موضوع في بالك معين هيكمل بإذن الله تعالى. يعني انت في موضوع عندك شغل بالك هيكمل، في مواضيع عندك بإذن الله تعالى تخص اشخاص في حياتك راح تكمل بفضل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس انا شايف عندك انت في موضوع حيره الان يا برد الاسد، شايف انت في موضوع حيره او بتمر فتره في تفكير ملخبطه معاك. ممكن نقول الماديات، يعني انت ممكن ما تكون مش لاقي حد يساعدك في حياتك، حد يساعدك، وعلشان كده انت بدات تبدا على نفسك، بدات تشتغل على نفسك. شايف البعض منكم داخل في مشروع او هيخش في مشروع او ناوي يكتفي بذاته. يعني انت دخلنا مبقتش عايز حاجة من حد يا اسد. الفترة دي فترة احلامك ان تثبت وجودك يا برد الاسد. شايف عندك اشارات كتيرة بالصلاة على النبي، شايف عندك روحانياتك حلوة، روحانياتك عالية، بتديك اشارات حلوة، رؤيات منامية او احساس. شاف ان حصل انفصال عندك بعيد عن الناس، حصل انفصال او خدت قرار انفصال انك تبعد عن الناس دي، تبعد عن الناس دي لانك انت تعبت منه الناس دي. شاف في واحده ست منى عينها، يعني هي خط عينهم عليكم. هي الست دي ناوي على خراب ليكم، اذيه، هي كرهيه، بتكرهكم. هي الست غطى عينها عليكم، بتراقبكم، ناوية تأذيكم، عيونها عليكم على طول، حاسداكم، وهي مبينة قدامكم إن هي زي الملاك، إن هي حبيبة، إن هي صديقة، وهي أصلا من يوم ما دخلت بيتكم عاملة لكم مشاكل وعاملة عراقيل. فبلاش تآمنوا شوية للناس دي. أنتم معروفين يا ورد الأسد عندكم الحسد، عندكم الحسد، عارفين ليه؟ لأن أولا نظرتكم جميلة في الحياة، متفاعلين، كويس، قلبكم طيب، بتلبسوا أحسن لبس، أشيك لبس. شايف إن عندكم بتتعاملوا بطريقة لطيفة، يعني قلبكم طيب، ما بتكذبوش، ما بتحبوش الكذابين. بسم الله الكاشف. شايف بس إن في حدات كده جواك عايز تعبر عنها، في مشاعر جواك، شايف مشاعر حب جواك، دايما بتدور على الاحتواء، دايما بتدور على الحب، شايف دايما ما فرقش معاك الفلوس ولا بيفرق معاك اي حاجة، ان الشخص يكون قد كلامه ويكون قد الثقة اللي انت بتديها له. بس في شوية امور مضايقاك يا اسد، صلي على النبي. بسم الله الكاشف. شايف انت هنا منتظر يا برد الاسد، في عندك انتظار، منتظر حاجه، منتظر زواج او منتظر طاقه، يعني منتظر في حياه جديده، في طاقه انتظار عندكم رهيبه. يعني عندك هنا بسم الله الكاشف عندك حقيقه،
حقيقة بتكتشفها برد الأسد دي الحقيقة. ربنا هينصرك على أعدائك، على أعداء، يعني خلي بالك الفترة دي ربنا هينصرك على أعداء في حياتك يا أسد. شافوا هيخرجك بإذن الله تعالى من المشاكل السلبية. أنت هنا بتبذل أقصى مجهود أن تكون رافع العلم لفوق، أو يعني بتبذل أقصى مجهود إن تبني بيتك. شايف إن عندك بناء حاجات جديدة، لما تبدأ يعني تبني أسرة، أو في أسرة هيكون، أو في أطفال، يعني في حياة جديدة. شايف يعني شوية أمور كده، أو شوية حزن، أو شوية غدر، يعني شوية عراقيل في حياتك، بس بإذن الله تعالى هتطلع من كل ده، يعني كل ده هتطلع منه بإذن الله تعالى. شايف إن عندك تأنيب الضمير، ضميرك بأنبك في حدات. صلى على النبي، بسم الله الكاشف، فضلا وليس أمرا أخواتنا في الله، دعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. يعني شايف عندك هنا تأنيب الضمير، ضميرك بأنبك في حدات، بسم الله الكاشف. شايف في مفتاح، هل ترى إيه المفتاح ده؟ مفتاح سعادة، مفتاح تغيير، مفتاح طاقة، مفتاح زواج، مفتاح قصة جديدة، مفتاح حب، مفتاح أطفال، يعني مفتاح حمل، مفتاح فرح. شايف عندك مفتاح تحت رجلك، تحت رجلك يا برد الأسد هذا المفتاح، يعني انت لو خدت بالك هتلاقي المفتاح ده ماسكه في ايدك، هيكون في ايدك بإذن الله. يعني مفتاح حدث جديدة، يعني ممكن يكون شقة جديدة، أو مفتاح سكن جديد، أو مفتاح شغل جديد بإذن الله تعالى، يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى. شايف في نفس الوقت كمان عندك أسئلة بتسألها كتير لنفسك، يعني عندك كذا سؤال في دماغك عايز إجابة، يعني بتدور على إجابة الأسئلة اللي في دماغك علشان تكون مرتاح. شايف هنا كمان في، اللهم صل على النبي، في قبول، هذا تاني جديدة في حياتك، هتكون في عرض جديد، عرض جديد بعد كم يوم، أو هتشوفه أو هتسمعه، بسم الله الكاشف. شايف الفترة دي يا أسد إن بالك مش مرتاح، بالك مش مرتاح. شايف السبب، الموضوع اللي شاغل بالك، يا ريت تخلي بالك، يا ريت تخلي بالك. شايف هنا كمان يعني بتصلي وبتردع لربنا وبتعيط ليل ونهار وبتقول يا رب عايز حقي، يا رب عايز اخد حقي. حصل عندك بالفعل سرقة يا أسد؟ سرقة في حدات تبعك انت اتسرقت منك؟ طبعا دي حاجة انت زعلت عليها قوي، وعشان كده دالك شوية تعب او دالك شوية مشاكل بسبب اللي انت فيه ده. شايف فيه هنا شوية تعب ظاهرين على صحتك الفترة دي، فخد بالك شوية، خد بالك شوية من صحتك، يعني مفيش حاجة هتنفعك من غير صحتك، فخد بالك من صحتك شوية. شايف هنا في كمان مفاجأة بتتحضر لك، يعني من حد. شايف المفاجأة دي مش من حساباتك، مش في دماغك، يعني المنسأل هذه. شايف هنا يعني شايف الشخص ده انت خدمته في حاجة، الشخص ده بينك وما بينه حاجة، فهيقدم ليك حاجة وهيحاول ان هو يسعدك هذا الشخص. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. شايف هنا في انت في عزلة، منعزل عن الناس يا اسد. شايف ان انت منعزل عن الناس، منعزل عن الأحبة، يعني انت منعزل عن حاجات كتيرة في حياتك، يعني ضغط، انت منعزل شوية ليه؟ بسم الله الكاشف. شايف في حاجة طيب كمان انت مقصر فيه، يعني انت مقصر في علاقتك مع الشريك، لما مقصر في عبادة ربنا، لما انت مقصر في حاجات، في حاجة مقصر فيها، في حاجة انت مقصر فيها يا اسد، بسم الله الكاشف. في حاجة انت كنت بتعملها على طول الفترة دي، بس انت حاسس ضغط ان ظهرك انحنى، مش عايز تتعامل تاني مع دول، وقررت ان انت خلاص. شايف في كمان هنا، بسم الله الكاشف، حد بيحاول، انت اكتشفت حقيقته، بيحاول يبرر لك، يحاول يقول لك انا ما عملتش حاجه، وانت طبعا بتقول له انت كذاب، انت بتكذب. شايف في حاجه انت هنا شكك فيها يا اسد، خلي بالك، في ناس من ابراد
نارية بتحبها قوي، ممكن أقول أخت أو حد لكن في شخص بيحبك قوي ودايما حابب إنه يسعدك ونفسه يكون معاك وحابب إنه يسعدك، هذا الشخص وبيحبك قوي. بسم الله الكاشف، يعني بحاول يقف معاك، شايف المشروع اللي انت فيه ده هينجح بإذن الله تعالى وهيوصلك للخير وهيوصلك للهدف وهيوصلك للنجاح. الموضوع المشروع اللي انت فيه يا أسد، شايف ان في طاقات حلوة بتتوزع، ما تقلقش خالص، شايف العقبة اللي عند الموجودة عندك هتنزاح بقدرة الله تعالى، العقبة اللي موجودة عندك بقدرة الله تعالى. شايف يعني انت هتحس ان كل اللي حصل لك في حياتك، شايف كله الزعل والطاقات السلبية كله ده هينزاح. في شوية خنقة عندك، بتدي لك شوية خنقة، حاسس بالضيقة شوية، يعني حاسس بالضيقة في حياتك. كمان في عندك في قاعدة بينك وبين حد، هتكون قاعدة بينك وبين حد. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، فضله ليس أمرا. موجودين معانا، دعم الفيديو باللايك أخواتنا في الله. بسم الله، في شايف هنا وحدة سماوية بمعنى الكلمة، يعني هي ما بتحبش تشوف حد مبسوط، يعني هي عندها نقص، هي عندها نقص في حياتها. هي الست دي أول ما بتشوفكم أنتوا متقابلين أو واثقين في نفسكم تحس بالتوتر وتحس بالغيرة، بس في تبشرات حلوة أبشرك، في منزل جديد أو شراء بيت جديد أو سيارة، في شراء شيء جديد بإذن الله تعالى أبشرك به، لبس جديد، في حاجة تشتريها جديدة بفضل الله تعالى. شايف في تبشرات بتقول لك إن أنت ماشي في طريق خير، ماشي في طريق مستقيم بفضل الله تعالى. في حاجات كثيرة هتشتريها، شايف في بشرات حلوة، أو أنت يعني هنا منتظر مبلغ، في أنت منتظر مبلغ محتاجه، المبلغ اللي أنت منتظره دايلك عن قريب بإذن الله تعالى. حصن نفسك تام، حصن نفسك إن أنت محسود قوي يا حسد، يا أسد، حصن نفسك والكتمان اكتم. اكتم كل شيء، لا تحكي، لا تثق في كل الناس، واكتم أسرارك، لا تدع كل ما في عقلك يكون على لسانك، اكتم أسرارك فضلا يا أخي في الله، برد الأسد وأختي في الله، فضلا ليس أمرا. كنتم تشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أحبابي في الله. شايف هنا عندك كمان هنا في حد مؤثر عليك أو مؤثر على الشريك اللي في حياتك. شايف الشريك مضغوط، مش لاقي حد واقف جنبه او حد معاه في حياته، شايف الشريك مضغوط حرفيا ومخزول، يعني اللهم صل على النبي، ومش عارف يعمل ايه، بس هو اتخلق لقي الناس دي اهله والناس دي مقربين ليه، فعشان كده الشريك عايش في فترة من القلق وانتم بتحاولوا تطبطبوا عليه بس مفيش اي نتيجة. شايف البعض منكم مستني توقيع، البعض منكم مستني بصمة جديدة، مستني حاجة جديدة تطلعه من هو اللي فيه، يعني تطلعك منه اللي انت مستنيه. شايف هنا في أمنية حمل، في طاقة إنجاب قريبة بفضل الله تعالى، في مولود جديد، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. شايف يعني بفضل الله تعالى هتفتح معاك الابواب كلها اللي كانت مغفله في وشك، اللي كنت بتحاول ان تفتحها راح تفتح معاك باذن الله تعالى. شايف عندك هنا اللهم صل على النبي، في زواج للبعض منكم، والبعض الاخر شايف انه دخل في قصه حب جديده، في شخص هو سبب معاناتك وغدر بيك وطريق صعب مريت بيه، ولكن أنت منتصر وهتخرج من معاناتك كلها بفضل الله تعالى. برد الأسد، شايف هنا تعب ومرض لشخص قريب عندك، قريبة في شفاء، أو شخص يخصك في شفاء قريب. شايف هنا البعض خلاص منكم يا أسد في لقاء بتوأم روحه، في لقاء بتوأم روحك بفضل الله، واحذر من الرجوع للماضي ولا تتمسك بأحبال دائبة. أخواتي في الله احذروا من الرجوع للماضي
ولا تتمسكوا في أحبال دائبة. وآخر الفيديو هشوف رسالتكم شو بتقول. هنا في شخص ندمان عليكم، يعني في شخص ندمان عليك، شخص ندمان عليك. هنا شايف منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك. احتفظ لأسرارك وعين الله تحرسك، احتفظ لأسرارك وعين الله تحرسك. وفيديوهات الحسد أسيبها لكم في صندوق الوصف أخواتي في الله. شايف هنا في هدية جاية لك، نقود ذهب أو هدية للبعض، والبعض الآخر يأسف في موعد غرامي في مفاجأة حلوة خلال أسبوع من شخص يحبك قوي، من شخص يحبك قوي. يا وردان الأسد صلي على الحبيب. في شخص هنا جديد، هذا الشخص ده جديد، مشاعره تجاهك غريبة، شاف عشق لا ينتهي وللبعض زواج من برد ناري، صلي على النبي. في هنا تجاهل يكشف نوايا الحبيب، والبعض خروج من علاقة بألم نفسي، وشاف جرح. شاف هنا المنفصلين في فرحة من شخص ذو منصب، أو في رجوع هنا منكم. وشاف هنا الشريك حائر بأمر علاقتكم وخايف من زعلك رغم وجود عواقب. وشاف للمنفصلين أو المبتعدين في زواج للمرة الثانية، وشخص عذبك راح يندم. صلي على الحبيب والمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وأكثر من قراءة سورة الزاريات بفتح الأبواب المغلقة، ونشوف رسالتك شو بتقول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب المصطفى. دعواتك عند ربنا مش نسيه أبدا، واللي تعبك هيدوق قهرك عن قريب. يا برد الأسد دعواتك عند ربنا مش نسيه أبدا، واللي تعبك هيدوق قهرك عن قريب. صلي على الحبيب المصطفى فضلا وليس أمرا. ادعموا الفيديو باللايك أخواتنا في الله، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فلاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.